اليوم عامله زلزال على الفيسبوك وعلى التويتر والمعجبين وما عم لحق ملايين عن جد بالملايين. خلينا ما بقى نطول عليها ونبلش تغري معها. وهلا حديث البلد مع اليسا. اهلا وسهلا فيك للمره الثانيه بحديث البلد. الليله رح تكون مميزه لانه ليله الميلاد ولانه ضيفتنا مميزه كثير كمان. واليسا مثل العاده اللوك كلاسي ولوك حلو وفاشن ايكون مثل ما راح نحكي بعد شوي. انت كيف لقيتي ديكور حديث البلد؟ ديكور ميلادي يعني بامتياز حلو. ملكة الإحساس ونجمة لبنانية ضوت بكل العالم وصارت أحلى رمز للرومانسية والحب والدفء. وبيسعدنا الليلة أن نستضيفك بهالحلقة المميزة والخاصة من حديث البلد واللي رح نحتفل فيها سوا بعيد الميلاد. إليسا، وسائل الإعلام سربت أنه العيد رح يكون مميز عليك السنة لأنك رح تقضي إلى جانب حبيب القلب. ومن فترة غردت على التويتر وقلت استيقظت على صوت حبك يطرق بابي ويشق طريقه مباشرة إلى قلبي. يعني مباشرة ما في لا لا ولا قبل. ميرسي. قبل ما نعلق على السؤال، هذا التويت عملته للفانز لأنه وعيت الصبح كان عيد ميلادي ولقيت عندي كمية هدايا هايلة ما كان موجه لشخص، كان موجه لكل العالم اللي بتحبني واللي يعني وعيت الصبح لقيت بيتي معبى بالهدايا والبوالين والورود صراحة. يعني يعني جسدتيهم لهالفانس بشخص واحد اللي هو المفروض يكون الحبيب. وانت قلتي قبل ما جاوب على هالسؤال رح خبركم لمين كان هالتغريده هيدي والزقزقه. اوكي، بس احنا شايفين اليسا مزقزقه. ايه عال اذا شايفتيني معناتها بقى فينا نقول انه اليوم اليسا اسعد وحده. لا انا اسعد وحده اكيد، بس طبعا طبعا ثانك يو. سعاده نسبيه اكيد، انا دائما بقولها وما فيك تعيش كل الاوقات بلحظات سعاده مطلقه. أكيد. بس بالمطلق انا انسان مبسوط، انا شخص مبسوط سعيد. وعيونك عم بيقولوا عم بيلمعوا يعني هالفتره هيك عم بسمع. بتعرفي شو بيقولوا؟ العيون هي مراه القلب والروح. حلو. سو انتم فيكم تطلعوا بعيوني وتاخذوا الجواب. شو شايف ميشيل؟ شو شايف بعيونك؟ شو شفت؟ مغرومه؟ كثير حلو هالشاب. اوكي خلص. حلو كثير حلو. اليسا بس بدي منك بس تحكي عن الفانز تجيبي سيره والدتي لانه نمبر 1 فان. بوجه لها تحيه اكيد. ومن خلال شاشتك اكيد بعيد كل العالم بكل العالم بقول لهم ميري كريسماس، ان شاء الله السنه الجايه بتكون سنه حلوه على الكل. بعيد امي اكيد، بعيد خالتي لانه جاي لعنا من سوريا تقضي العيد. والله يخلي كل الناس اللي بنحبهم يا رب. وين رح تكون السهرة؟ عندك بالبيت ولا عند الأهل؟ النوال ليلة نوال عند أهلي وتاني يوم عندي. يعني مقسمين. يعني تاني يوم عندنا نحن. ايه على الله رب. ما أنا هيك حاسبة حساب لنوال نحن مع العائلة. ليه ميشيل قاعد عائلة كثير اليوم؟ ما بنحب نيشن نيشن نيشن. لا والله عن جد إنه ليلة ميلاد واحد. أنا قلت لها لإليسا ليلة الميلاد كل واحد ببيته، نهار الميلاد نحن والأولاد عندها.
اهلا وسهلا. بالمناسبه اليسا بدنا نهنيك على كليب اسعد وحده اللي صدر قائمه الكليبات العربيه الاكثر مشاهده بال 2013 بعد ما حصد اكثر من 11 مليون و159 الف مشاهد. يعني هي بس على روتانا مش على اليوتيوب تشانل. ويمكن لبين ما نقولها يكون يعني الابديت بعد علي يعني من لحظه لحظه. انه تعبت منك صارت بهالحدود، يعني ان شاء الله السنه الجايه كمان يترأس انه افضل كليب منشاف على اليوتيوب، يعني يكون هو المحل اسعد وحده. ليك هذا دليل قد ايه نحن بعصر السوشيال ميديا وقد ايه قويه وقد ايه صارت مهمه لنا. دليل قد ايه اليسا مهمه لكل شيء. هلا انا قويه مش رقم فين يعني. لا لانه قلب، يعني قلب كل شيء من السيدة لكل شيء اكسسوارية انترنت، يعني انترنت سايت كل شيء. على كل حال علما انه عندك اكثر من 160 مليون متابع على قناه يوتيوب الخاصه فيك. 160 مليون اليسا من كل يعني العالم. هذا بعد البوم اسعد وحده وبعد ما صار عندي اوفيشال يوتيوب شانل لإلي. وانت حريصه انك تتواصلي شخصيا مع كل الفانز وتخبريهم عن عدد كبير من نشاطاتك. اليسا بالعوده للموضوع يعني الهامم الناس اليوم وموضوع القلب الهامم المعجبين والمعجبات، بعتقد كل هالفانز والمشاهدين حابين يعرفوا تفاصيل عن مين شغل لبالها لاليسا اليوم. اسم، صح انه رجل، سكن، رقم السجل. صحيح انه رجل اعمال، عملوا ريسيرش انتم. طيب بس احنا عندنا هيك سؤال ايه ما نحن حديث البلد مفروض نكون عاملين شغلنا. صحيح انه رجل اعمال على مستوى عالي وعنده طياره خاصه لان هي شغلت له باله لميشيل، صار عم بيسالني عنها شي 100 مره تحت الهواء. شو قصه باخذك فيها عن جد؟ خلص باخذك. انا بدي سوق. لا دخيلك بس ما تكون اليسا معك. لا خلص جاوبت على اللي بدي جاوبه. خلص قلت لك باخذك معاه. لا مش عم بدي اشوف. لا مجرد ما انه بدها تاخذك معه بالطياره خلص عرفنا كل شيء. فهمنا كل شيء. هلا هو مش على قصه شيء بس اجى من برا قال لي انت اصحاب انت واليسا عم جينا سفرات كثير وكلفه ومطارات اذا ببيع طياره اذا بقسط لي اياها بس هذا السؤال. بقدم لك كل الرحلات ببلاش. خلي لي اياك رام عينك ولو بحكيكي. ومنى انت كمان حبيبي انت. ومين بحبها اكيد. حبيبي الي عصفوره بيضاء تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي. الله. يعني بعتقد هو مستر لاكي رح يقلنا انه ما بدنا اياكم كلكم، انا لحبيبي وحبيبي اللي وتركونا على رواق. اليسا بس انا كريمه وانت كريمه. ونحن بنستاهل. وانتم بتستاهلوا اكيد. اليسا الكل تداولوا صوره بابا نويل الجيان الكبير اللي اضفتيه على زينه الميلاد السنه، كيف خطر لك تجيبيه كله معك على البيت؟ مش انا جبته. مين جابه؟ لا انا دفعت حقه مش انا جبته. كيف شفتيه؟ شفته انا عم نقي زينه لنوال بمحل عنده اكسسوارات واستحليته وطلبته على البيت وجابوا لي اياه. طلع لك صوره معه. انا وكورين جيان اكبر منك حتى. يعني انا فيني اقول لك انه كورين مدور متر و78 والبابا نويل اطول منه. مش بابا نويل صار جده نويل. جده بس كثير 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 مهضوم. على كل حال شجره كمان كثير حكوا عنها الناس وتداولوها. اليسا قبل ما نكفي نحن وياك بدنا نذكر جزء صغير من اغانيك الرائعه جدا. اوكي بهالميوزك ستوري. اوكي عايشه لك احلى سنين في العمر يا ضي العين وبقلبي يا غالي حنين وغرام أول يوم في هواك أجمل إحساس يفوق منك تعشاك بدون حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك كنا في أواخر الشتاء أنا كنت باخد بعضي وأروح له
اوائل الشتاء باواخر الشتاء باوائل الصيف باواخر الصيف بالخريف بالربيع اغانيك كلها رائعه. ميرسي ميرسي بتماشي ثانك يو كل الفصول كل الحب كل الرومانسيه. بعتقد ما في حدا مغروم ما بيقدر يتماهى مع هالاغاني. لا بس في ناس مش مغرومين كمان بحبوا الاغاني. اكيد 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 بيتفاعلوا معها وبيتمنوا انه يغرموا. اليسا انت معروفه باناقتك اللافته بالكليبات وبكل اطلالاتك، حتى انك صرت تعتبر اليوم فاشن ايكون كتار بيتمثلوا فيها من الصبايا من السيدات بدهم يلبسوا اليسا ستايل، ستايل شيك وراقي وحلو بنفس الوقت وعلى الموضه. وفي مقالات يعني بتتخصص للحديث عن عن ثيابك وعن ازيائك. هلا نحن عم نحكي رح نشوف على البلازما قسم يعني هيك من اطلالاتك الاخيره، اذا انت بدك تختاري مثلا اجمل طله للسنه لاليسا، اي طله بالنسبه لك هي الاحلى ولا صعب؟ لا في براسي لانه اخر اطلاله كنت كثير حابه حالي فيها هي بالبياف. يعني بختارها لانه هي اجدد شيء و اللي كانت بالفستان بالمان الاسود كان لبق لك كثير على كل حال، بس نحن بحديث البلد نقينا الليله اطلاله على ذوقنا. خلينا نشوف بس تجيبها كيتي اذا رح تعجبك. اوكي بتتخيلي كيتي كيف معقول تجيب الاطلاله؟ خلينا نشوف. واو 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 هيدا احلى فستان لي. شفناكي باخر كليب بالكليب الرائع اللي اخذ كل هالاصداء. اليسا بهالاطلاله ما بنشوف بس اليسا واللوك المميز، بنشوف كمان قسم من الجوائز اللي حصلتي عليها مثل الميركس دور مثل الورد ميوزك اوورد اللي نلتيها 3 مرات وجائزه البياف التكريميه اللي حصلتي عليها مؤخرا عن مجمل مسيرتك الفنيه. يعني اليوم هالجوائز اول شيء انا ما شفتهم بالبيت، وين حاطتيهم؟ ما فتت على الليبراري، هن جوا ما بحب حطهم. بس تفوتي على ملت الشمال في الليبراري. بس تفوتي على الشمال في الليبراري. هو بيعرف؟ اي هو اللي بيعرف. ولو الليبراري انتوا نازل الليبراري هو اللي بيعرف. هو اللي بيعرف ما في مش معقول. في غيره بيعرف. اللي سامع بليز وصف لها كمان اللون. لا بس الليبراري. ايه بس وصف لها شو لونها. الليبراري. يعني بس فوت انا بنقي كتب وبفل. مش معقول شو مسقفه الميشيل بدها تقفل. حطيتهم ماني حطيتهم انه هيك. مش بالصالون، حطيهم بطريقه ديسكريت. طبعا بهالكيك في نجاحات، في جوائز، في اناقه، في ستارز اللي هي كمان بتدل على اليسا الستار. واليسا الستار والانيقه تسلمت مؤخرا رئاسه تحرير مجله جمالك لشهر كانون الاول الجاري اللي هو يعني اهم عدد، يعني عدد ديسمبر الميلاد وراس السنه، واصدرت عدد مميز جدا. يعني عم نشوفك اليوم على الكفر بيشبه شخصيتك هيدا العدد. اليوم شو اللي يعني شفتيه او اختبرتيه بعالم الصحافه وما كنت بتعرفيه من قبل، يعني حسيتي فيه بهالتجربه؟ اول شيء المجله اول مره بتنزل سيلبرتي ارتست من اكثر من ما بعرف كم سنه لورا. اقترحوا علي اول شيء استصعبتها للفكره، بس دائما انك تخوضي تجربه جديده هي دائما شغله مهمه، يعني انه تشوفي انت شو بتقدري تقدمي برات شغلك. سو فتت بالشغله، بعدين المجله تيبيكلي قصص عن الموضه الفاشن كثير شيء بيشبه لي، بس صرت انفولد فيها من اول نهار فت فيها لدرجه انه يعني كتبوا الاديتوريال كرمال انه شوف اذا انا بتناسبني. قعدت نهار قلت انا عامله انه انا يعني عامله تقريبا يعني مجله كلها عني، حتى مدققه بكل صفحات الموضه بكل يعني الباراجرافات الصغيره. قلت لا اذا انا ما بدي اكتب يعني ما بحس حالي انه انا مزبوط رئيس التحرير العدد. سو عملت بالليل هيك نوي بلانش
وكتبته وبعثت لهم اياه الصبح قبل الطبع. على كل حال يعني بنشوفك بعده لوكس يعني هون، وهون بنشوفك بدور رئيسه التحرير اللي قاعده ورا المكتب يعني. اليسا كانت يعني هيدي ثاني مره بتصير بمجله جمال وكي انه شخص غير اداره التحرير هو بيتولى تحرير هالعدد. نعم. السنه الماضيه المصمم اللبناني العالمي اليسا عيب، والسنه انت بعتقد زدتي غنى على هالعدد، واكيد كل محبي اليسا رح يطلعوا عليه ويشوفوا الاشياء الجديده ولمسات اليسا. لا ما في شك جمالك من احلى المجلات. صح. على كل حال انا يعني كمان قبلت اعملها لانه كثير برستيج معين، كثير عندها برستيج وكثير الكواليتي تبعها وكلها يعني عن المرأة عن الموضة عن تياب يعني بمستوى عالمي طبعا، وانعملت بمستوى كثير انترناسيونال. يعني يعطيك العافية. بعد ما تعرفنا على اليسا المطربة، اليوم عم نتعرف على اليسا الصحفية، ولهي كل شيء بتعمليه بتعمليه بامتياز. يعني تجربة منا كانوا بين اليسا واليسا صعب. اليسا صعب صح. اليسا شفناك بالموسم الماضي ضمن لجنه تحكيم ذا اكس فاكتور، يعني اليسا النجمه، اليسا الصحفيه، واليسا لجنه الحكم، عضو لجنه الحكم. تجربه يعني تجربه صحفيه. تجربة. شو ملاحظاتك على هالتجربه ويا ترى رح تتكرر الموسم الجاي؟ ما في شك كانت تجربه حلوه وغنيه. يعني اول شيء في تعاطي مباشر مع العالم والمواهب بالتحديد، لانه بيبقى عمرهم صغير بدك تنتبهي كيف بدك تتعاملي معهم. يعني انا كثير استسلمت لعواطفي حقيقه باول جزء، ما بعرف اذا بعمل الثاني بس عم نحكي فيها، وصرت كثير قلبي هو اللي يتحرك. يعني يطلع تطلع بنت من عندي ابكي، تطلع الثانيه ابكي، بعدين لقيت حالي انه انا ورطوني انا ورطوني، يعني بوقت انه لازم تكوني انت عاطفيا ورطوني طبعا. بس ما انه شغله زعجني، يعني انا بحياتهم العالم مش شايفين مني هالكوتي، وانا دائما بحاول اتصرف على طبيعتي، او يعني 99% من الوقت انا بكون على طبيعتي، بس بهيك نوع من البرامج بدك تكوني اكثر ستريكت. يعني ما بفتكر انا ما بعرف بس ما بفتكر اذا انا قعدت وخضت التجربه انه برجع بكون عندي نفس ال يعني رح تكوني اكثر صرامه. بتصور يعني اذا خدت اكيد. اليسا اليوم بلشتي بتحضير الالبوم المقبل، صحيحه الاخبار انه رح يكون في اعاده تعاون مع الفنان مروان خوري؟ انا بتمنى اتعامل معه لمروان، وبعرف انه الاكزكتيف يعني مدير الشؤون الفنيه حكي معه وقال له انه رح يحضر لي، ومثل ما قريت بكذا تصريح له بالصحافه انه هو عم بيحضر لي، لانه بعد ما حكينا سوا. بس اكيد انه مروان دائما بهمنا انه يكون عندي اعمال بالبومي، لانه بحس انه اثنيناتنا بنضيف كثير قصص على الالبوم، يعني احساسه كلامه كثير، يعني اكثر شخص اكثر شخص يعني بيشبه لي باحساسه فظيع بالرومانسيه، فظيع كلامه حلو اللحن يعني حلو. هو عن جد باللون الرومانسي يعني ملك، وبالكلمات طبعاً وبالالحان، ومين احلى منك يودي له يعني او يوصل لا اكيد يعني انا من خلال برنامجك اكيد بقول انه انا بكون اكثر من سعيده انه لما ارجع خد منه لمروان، يعني خصوصا انه صرح انه بده يعطيني اتسيمز الشغله حقيقه. بقى اليوم بعتقد مش بس انت سعيده، الفانز واللي بحبوك سعيدين لانه رح يتوقعوا عمل رائع يعني مشترك طبعا، لانه لهلا كل الاعمال يعني بين شغل مروان وبين شغلي انا للغنيه عم تطلع نتيجه رائعه صراحه. اليسا بمناسبه هالحلقه الخاصه من حديث البلد، مش راح نشوف بس مقتطف من كليبك الاخير، راح نشوف مقتطفات من عدد من كليباتك سوا. كمان بناء على سبيشال نويل مش صايره قبل. وانت بابا نويل تبعنا الليله كمان اليسا، وبناء على طلب كمان بليز حطوا لنا اكثر من كليب، بدنا نشوف اكثر من لوك الليله بقى حتى نقدر نشوف الكليبات. بدي اطلب منك تطلعي بكاميرتك وتقولي بلاير باسم. صح. ليه كل هم
في الدنيا تثبت بس اني مش مهمة والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة وبعيش معاك صورة وخلاص رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما بيلقى تصدق بمين أنا وقلبي كنا مشتريين من نجينا ولا فين رحنا ولا احنا شفنا مين تصدق بالميوزك ستوري لانه هون عملك يا مسبري لا ما فينا نحن ما فينا بدنا نقطع اكبر عدد وعن جد وقت عم نحكي عن شموليه العمل هون حتى الصوره دائما عندك جميله الكليب دائما حلو تعبيرك يعني ممثله معقول انها شي نهار تمثلي لسا اكيد بيجيك عروض كثير ايه طبعا اجاني كثير بس الفكره ما بعرف يعني انا يمكن بعبر وبعرف بشي يعني كليباتي بس اكثر من هيك بشكل انه ايه بس ما عندي اياها ما بحبها بس يعني بيجي العمل كله متكامل. إليسا أنت شخصية مثيرة للجدل مثيرة للاهتمام ومادة دسمة للصحافة وكل شيء بتقوليه ممكن يستخدم معك أو ضدك لدرجة الإساءة يعني والأذية أحيانا عادة بتتحاشي الرد على الإساءات وبتواجهها بنوع من اللامبالاة لقيت أنه هيدي الطريقة الأذكى لمواجهة هالأمور؟ أول شيء أكيد طريقة ذكية لأنه لما بيكون عم يكتبوا شغلة أنا بعتبرها تافهة أو بعيدة كتير عن الحقيقة أو محرفة بعتبر أنه إذا رديت عليها بدي كبرها وكبرهم وأعمل لها أهمية فأنا يعني من أنا ومن أول ما بلشت كان عندي هالطريقة يعني بي علمني عليها أنه بس يعني إيه بتقطع يعني كله بيقطع أوقات كتير كان ينكتب شيء مش مزبوط بدها تتجوز بعد شهرين بدها تعمل كذا اقول انا جاي شهرين انه رح يطلع انه هو اللي كاتب الخبر هو رح يتكذب اتكذب بينه وبين حاله يعني ما عندي مشكله يكون ماده دسمه ومثيره للجدل بس انه ما بدي اعمل اهميه لناس يعني انا دائما اذا شيء يعني اذا شيء لازم رد عليه بجاوب اذا شيء ما له طعم اكيد بتجاهله يعني مثل ما قلت بموقعك ومع عدد الفانز اللي بيتابعوك واللي بيتابعوا اخبارك عم تعطي قيمه اكبر لهالخبريه يعني انا 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 يعني انا بالشان العام انا فنانه معرضة انه يكون كثير في اشاعات حوالي سو ماني مستغربه اول شيء يعني تلاقيهم ازعل اول ايه بس بعدين صارت يعني بيقطعوا فريمون مرور الكرام يعني ما بيأثروا علي عن جد هيدي زقفه كبيره اليسا اليسا دائما بتتابع المجريات المحليه والعالميه ومؤخرا اعربت عن اسفك لاختطاف راهبات معلوله اللي ان شاء الله يتم يعني الافراج عنهم قريبا وعملت ريتويت بعد انفجار السفاره الايرانيه سبب حمله عنيفه ضدك ومحتوى هالريتويت ريتويت يعني اكيد في كثير ناس بيستعملوا تويتر في كثير ناس ما بيستعملوا تويتر هو لما بتعيدي اعاده التغريده يعني اعاده التغريده حدا كتب شيء انت بترجعي بتحطيها على الوول الخاص فيك هل التغريده بتقول حزب الله يقاتل في سوريا والابرياء في لبنان يدرسون اليوم قديش انت مستعده انك تخسري من جمهورك للتعبير عن مبادئك السياسيه منى انا دائما بعتبر انا مواطنه قبل ما اكون فنانه ولانه انا يعني بتعاطى الشان العام اكيد في ناس كثير بيتاثروا وانا يعني بفضل اعطي رايي واخسر ناس من انه اتخبى وراء اصبعي انا هيك طول عمري هيك وانا بحب
يعني بحب انا وانا يعني انا لبنان لإلي اهم من شغلي، اخر شيء انا بكره بموت يعني بيخلق ناس جداد لبنان اللي بيبقى يعني لا اكيد هيدا بس هيدا واقع يعني انا عملت ريتويت واكيد يعني انا ماني غبيه اكيد عملتها وايمنت طبعا طبعا اذا بدك انا ضد انه حزب الله يشارك بالحرب بسوريا لانه اول شيء بعتبر انه قضيته اسمى بكثير من انه يتورط ويحارب ناس عم يقتلوا عم بيقيموا قلوب العالم عم يخطفوا عم يعملوا قصص مش طبيعيه يعني منو المعارضه اللي عم بيحاربون بعدين حرام الشباب اللبناني اللي عم بيموتوا على ارض مش ارضهم بحرب مش حرب نحن حقين فعل بعد انفجار السفارة الإيرانية وأعربت عن أسفك لوقوع هالضحايا طبعا لأنه مات كتير ناس يعني عم بيصير في تداعيات للشيء عم بيصير يعني بسوريا يعني أنا بعد يعني أنا بفضل مش بفضل على كل حال رأيي اللي أنا قلته بيمثل أكثر من ثلاث أرباع العالم وفي عالم ما بيخافوا يقولوا رأيهم أنه هن ضد أنه حزب الله يتورط بحرب مع سوريا سوريا مش بحاجة لحدا يحارب عنا كنا نحن محتلين لنا 30 سنة يعني بلد قوي مش بحاجة انه يساعدوهم نحن حقيقة انا بتأسف انه تركين هالبلد يعني فراغ بالحكومة فراغ بالمجلس النيابة وحاليا واصلين على فراغ بالموقع الاول يعني هو رئاسة الجمهورية وهن بالهم يروح يحاربوا ما نحن اللبنانية أحق أنه يساعدونا إلنا يعني ما يورطونا لأنه تداعياتها كتير أثرت علينا أصلاً إليسا هيدا من مميزات لبنان أنه كل إنسان يقدر يعبر عن رأيه طبعاً يعني أنا هذيك المرة ونحترم الرأي الآخر يعني أنا نص يعني أصحابي كتير من أصحابي مش من ميولي أنا على كل حال مني على العمياني بحب ناس أنا كتير أوقات إذا بحب شخص معين وما بيعجبني شيء بيقوله بنتقده بشكل كتير كبير يعني أنا مني على العمياني أنا كل حدا بحب لبنان أنا بحبه وكل حدا ما عم بيغلط بحق لبنان حاليا أنا بحبه وكل حدا عم بيورطني ما بحبه ولا بدي يكون معه بدي يكون ضده يعني قدام الرأي العام إليسا مثل ما قلت لك اول السهره ليله مميزه لانه عيد الميلاد مميزه لانه انت ضيفتنا مشان هيك الانترفيو فورماتي رح تكون مميزه كمان ورح تكون مختلفه عن كل الانترفيوز اللي مرقوا بهالعدد الهائل من حلقات حديث البلد مستعده تيلا طبعا فيها سيربريز اوكي وهلا إليسا وانترفيو هدايا بابا نويل من لولي بوب كيدز ايفنتس شكرا كثير على الكوستيم الحلو واللبس الرائع الكادويات هن من حديث البلد من أسرة حديث البلد لانه بنعرف انه انت بيعني لك الجاز بكل علبه رح يكون في كادو والسؤال الخاص فيه هيك رح يكون الانترفيو بدي اطلب منك تبلشي من الاصغر بابا نويل رح يساعدك اوكي ثانك يو اوكي بدك تقري السؤال وتقولي لنا شو بتعني لي المجوهرات وشوفي بالعلبه المازق فيك المازق فيك المازق فيك 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 تشيلها من هون بس مهضومه بتعني لي كثير اكيد فيك تشيلها من هون منيحه لا المجوهرات ما بفتكر يعني في مره بتقدر يكون عندها مجوهرات وما ما بتجيب انا ما بحب القصص الكبيره بحب القصص الصغيره بحب اتزين بقصص بس كثير بحب بتحب بتعطيكي نوع من الانوثه هي الانوثه طبعا بيقولوا دايموندز ار ذا جيرلز بيست فريندز يعني exactly. الكادو الثاني الشمعه هي رمز الروحانيه قد ايه انت شخص سبيريتوال ومدويه الشمعه لاحظت عليها كثير حلوه ما انا كل شيء يعني شخص روحاني شخص جدي يعني كل شيء بحس انا بحب صلي لانه بتعرف نحن عندنا انه الشغله انه ما في طاعه ما في شيء شغله روحانيه يعني صح اكيد كنت روحانية مش كتير يعني السؤال والكادو الثالث ماج هذا قال بدك تضحك I'm impossible to please but keep trying
قدام مستعب ارضائي. اوقات شغله صغيره فيك تراضيني فيها، اوقات صعب، اوقات صعب كثير. الكادو الرابع. اوكي، انت بتسافري كثير، كيف ينعكس السفر على مزاجك وراحتك النفسيه؟ شو شايف الكادو؟ اذا بطياره خاصه. بيرفكت. كاش باسبور بعتقد. يي شو مهضوم، ثانك يو. شو حلو. ميرسي. مبروك. اليسا ما جاوبتينا قديش فكريني شو كان السفر بحط عليك ستريس؟ بغير لي كل مودي. يعني قد ايه بتعبك جسديا؟ لكن لما تكوني مبسوطة ما بتعودي بتفكري بالتعب الجسدي ابدا. الكادو اللي ورا هلا رجعنا نشوف بابا نويل واليسا الصغيرة اللي عم تفتح الكادويات تحت شجرة الميلاد. شو معقولة؟ شو ما كثير بحب البانتوفلات مشان هيك اجى هيدا البانتوفل وصل لعندك على حديث كتير البلد. حلو. شو مكتوب على الكات الخاص بالبانتوفل؟ اكيد. اوكي. قد ايه نمرة اجريك؟ هذا اول سايز البانتوف. عندك هوس بتجميع البانتوف، قد ايه انت بيتوتية؟ مش كثير. مش كثير بيتوتية؟ بحب اظهر كثير، بحب اتسلى، اوقات بحب اقعد بالبيت، يعني عادي. 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 عاملة عادل يعني. توازن. توازن. هي. اوكي. الكادو كلهم على السيارة. لكن اذا بدهم ياخذوهم بدهم ياخذوهم. بس كلهم على البيك اب. لا لا بس عاد. رح قيم السؤال قبل. اوكي. بخاف من الوقت؟ هنشوف شو اللي بجسد الوقت هون عندي، هي الساعة. ساعة رملية. لا ما بخاف من الوقت ابدا. كل سنة عم تمرق عم حس انا بحب حالي اكثر ومقتنعة بحالي اكثر، وبعرف انه انا عم بقطع بمرحلة وبدي اوصل للشيخوخة اذا الله عطاني عمر، واذا لا يعني مثل كل العالم صار ما حدا زامت سو لا ما بيعني لي، ما بيعني لي العمر، ما بخاف. ما بتخاف. كل مرحلة ولا حلاوتها. كل مرحلة ولا حلاوتها. أنا دائما بعيش كل يوم بيوم وبقول الله يعطيني عمر لبكره، لأنه ما حدا بيقدر يعرف هيدي الشغلة. صح. الوحيدة ما بتقدر تنامي وتقومي تعرفي حالك قد ايه أنت عايشة. قدر قدر. قدر. إيه قدر. أكيد. بس أكيد يعني الواحد معقول دائما بقول خليني أقول هالكلمة، بحب أعيش قد ما بيلبق لي، قد ما بتلبق لي الحياة. بيلبق لك تعيشي كثير. هيك بيقولوا بيلبق لك كثير تعيشي، بيقولوا بالجبل تعيشي قد ما الحي بيلبق. ثانك يو. معلي بابا نويل. بابا نويل. هيدا أصعب فورماتي بس أهضم واحد. طيب رح خبي البرفوم. سافا مخبى. مخبى. قد إيه العطر مهم لإلك وليه؟ أنا برأيي البرفوم أول شيء زبطت معنا؟ بيرفكت. هيدا هو. مع انه انت بتلخبط. انا بخلطه مع البارفان تبعي لحتى يطلع عطر شيء خاص بإليسا. انا دائما بقول البارفان هو هويه الشخص، لانه كل بارفان على جسم شيء سو خلص بيصير عندك هويه من ورا البارفان تبعك. انا ما بحب غير، بيتفاعل مع خلص عندك البارفان. انا كثير في دال لكل شيء حوالي، للناس، للاشخاص بشتغل معهم، للبارفان، ما بحب غير. ستابل يعني كمان كثير ستيبل. بس بحب البارفان و كثير. وبتحب البرفان على الرجال؟ قد ايه بتعنيلك البرفان الرجالية كمان؟ لا بتعنيلي كثير. يعني إذا الرجال كثير حلو حاطط برفان كثير بشعة وقوية في اتذمر، بس إنه أوقات إذا حابة الشخص بتقطعي له. بتمشي عم بتسكري من الخيط بتقطعي له. طيب لنشوف الكادو. كثير حلو البرفان حطيته حبيبي. كثير حبيته. كثير حبيته. كثير حبيته. ميرسي. اوكي. او ماي جاد. كبروا بعد العلب. خلينا نشوف اخر كادو. بدنا نطلب من كيتي تساعدك فيه. اليسا اليوم انت فاشن ايكون، قد ايه كنت تحلمي بهالصوره وانت صغيره؟ بس شوفي اي صوره اللي بنص العلبه. ها؟ هيدي اليسا الفاشن ايكون من ايدها فيك تجمديها على الكبايه. ما بعرف تشبهك هال حطيها على الطاوله. حطيها على الطاوله بايدها بتعلق على الكبايه. شو هو السؤال؟ قد ايه كنت بحلم بهالصورة؟ بهالإيماج يعني اليوم؟ بقول لك شغلة، أنا ولا مرة اشتغلت عملت مجهود على شيء خصوصي بإيماجتي. اجت تلقائية؟ تلقائية. أنا وقتها كنت عم بدرس، كنت بعدني بقدم فيلو، كنت أنا بعدني عم بشتغل مع الفنان وسيم طبارة الله يرحمه، كنت آخذ معاش 60,000 بوقتها. كنت دائما يعني روح حط كل شيء على ثيابي، يعني روح اشتري ثياب، يعني من انا وصغيره
اذا كان معي حب جيب، ما معي ما معي. بس انه من انا وصغيره بلشت طلع مصاري وبتعني لي هالشغله، بس ولا مره عملت مجهود فيها، ما حلمت فيها بس اجت. ميرسي اذا بتشبه لي يعني، ثانك يو كثير حلوه لانه ميرسي ما شفناها قلنا هيدي ثانك يو كثير حلوه تحطها بالمكتبه تبعك. اكيد اوكي خليها هون بليز. سؤال مين ملاك الحارس لاليسا؟ اكيد بي، اكيد اكيد بي. الله يرحمك. حلو ثانك يو اليسا، هيدا بيشبه بيتك وبيشبه كثير حلو ميرسي ذوقك. ياي ميرسي كثير، وحيت الله خجلتوني وحيت يعني انبسطت انه كثير مبسوطه. ما بتصدقي انا الجاز شو بيعني لي وشو ما يكون كانكم هلا عاطيني ما بعرف والعينيه بيشبه دلع. بيشبه الامبيانس اللي عندك اياها بالبيت يعني مالي. هلا رح زين فيها بيتي وحطها على تويتر حبيبتي. ثانك يو اليسا. ما في شيء من قيمتك مثل ما بيقولوا. اخر كادو بدنا كيتي بليز تساعدنا فيه لانه لازم يتركب بما انت تقري السؤال وتجاوبين عليه بهالوقت. هي عم بتركبوا شو طيب. انت على كل حال صوره الملائكه اعتمدتيها بكثير من الكليبات والاجنحه البيضاء بترحلك كثير. هيدا السؤال هو لهيدا الكادو وكيتي رح تركبه انت عم تقري السؤال. طيب معروف عنك، رح اقوله بصيغه انا، معروف عني انه بحب دلل بطني كثير، شو صحه هالمعلومه؟ للاسف صحيحه 100% اكيد. بحب الاكل الطيب، بحب الاكل الطيب، بحب الشوكولا كثير، بحب كل شيء. هون بول اسالات صار يكون بيلبق مع ثانك يو مع الكوفير تبعوني، بيلبق مع مطبخ كثير، بيلبق مع مطبخ كثير، بيلبق مع ثانك يو. مع انه انا ماني ست بيت باي ذا واي، يعني بس انا مطبخي بيطير العقل قد ما حلو، بس انا ما بعرف غير اكل حقيقه. يعني اهم شيء انه عندك مين يحضر لك، اكيد وعندي جو يعني عندي ذوق بالاكل يعني. يعني معزومين نحن هيدا نهار ال 25 شهر وقت بدنا نروح مع الاولاد رح ناكل اهلا وسهلا او سلاد او سلاد فروي بهيدا البر. يلا يلا نوع سلاد يعني بس مهم بهيدا حلو. ثانك يو اليسا. بما انه الليله ليله الميلاد ليله العطاء، حبيت انه يكون في بفقرتك التفاته للناس اليوم اللي ما عندهم لا بيت ولا شجره ولا هديه، النازحين الاشقاء السوريين اللي طبعاً قاعدين بهالظروف المناخيه الصعبه. باسمك وباسمي بدي اتشكر سبورتس فور ايفر اللي قدموا 50 ساك دوكوشاج او الساكات اللي بياخذوهم معهم مشان الكامبينغ وبيغطوا فيهم بشكله هن تخت بحد ذاتهم وبيدفوا. بدي اتشكر عقيل اخوان اللي قدم 200 كنزه. بدي اتشكر جوي كلوب اللي قدم عدد من الالعاب، اضافه الى شركه رح تقدم صحون وكبايات ما حبت تعلن عن اسمها. وبدي اقول انه مؤسسه الرؤيه العالميه او وورلد فيجن الانسانيه الدوليه هي رح تتسلم هالمساعدات، وان شاء الله قريبا بنستضيف معنا مديره التواصل والاعلام بهالمؤسسه باتريسيا معمر لنضوي على هالموضوع. انا شخصيا بدي اتشكر باتريك غلام رئيس قسم التسويق بالام تي في اللي هو والصبايا والشباب اللي بيشتغلوا معهم لبوني بسرعه حتى تكون هالهدايا جاهزه وتوصل لاصحابها قبل العيد. وبالاضافه لهالكادويات في كمان كادو خاص منك انت اليسا ومني انا، وهو عباره عن بيك اب كامل من الحرمات يعني رح يوصل ل ان شاء الله نكون قدمنا جزء صغير يعني لهم، يعني ان شاء الله نقدر ندخل شويه دفى مثل الدفع اللي بدخلوا صوتك يعني لهالاشخاص. اكيد بدنا نشكر كل العالم لانه كثير مذوقين يعني. وكمان بدي اقول للفته عملوها اللبنانيه السبت الماضي وقت تجمعوا بالبيال وجابوا كثير هالصبايا الصغار، ايه يعني شغله كثير مهمه يعني. البنت ما بعرف البنتين اللي عملوا اللي كانت الفكره لالهم ولبوا كثير قسم من اللبنانيه، حلو هيك روح التعاون يعني. لانه نحن وقت الحرب فعلا انه سوريا فتحوا ابوابهم للبنانيه صح كمان. صح يعني. وبعدين هون في اخويه
في خيك الإنسان، هذا غير صلة القربة الموجودة بيننا وبينهم. أنا بدي استغنم هالفرصة حتى أقول أنه كمان فينا نرجع نعيد الجاست على عيد راس السنة وبحلقة راس السنة لكل حدا سامع وحب كمان أنه فينا نعيد الجاست كل يوم وكل يوم وكمان على حلقة راس السنة. لسنة الجاي لراس السنة الجاي بفتكر كمان ما بيكفي، لأنه في عنا فوق 1.5 مليون نازح. صح صح، يعني اللي بيحب انه يعني يساعد معنا او يحط ايده معنا إن شاء الله ما بقدر نحط صور نتضامن معهم على الانترنت. صح. لازم نفعل ونعمل صور ما بتعبر فطر. ولا الكلام عم اقول لك يعني غير ما بتدفق. صح. ان شاء الله يسمعونا ويسمعونا كثار. صح ان شاء الله.